Good morning guys, بحلون إن شاء الله تكونوا بخير, إن شاء الله تكونوا فرحانين وفي صحة جيدة. اليوم نهار الاثنين, أسبوع جديد, أسبوع ثالث من الخدمة في الهوتيل. متصوروش قداش فرحانة خاطرني قاعدة نشارك معكم في كل شيء, خاطرني قاعدة نصور لكم في كل شيء. فرحانة زادة إني قاعدة نمر بتجربة جديدة في حياتي وقاعدة نصور لكم في اللحظات المهمة الكل اللي فيها. الحمد لله يا ربي على كل شيء. كل عادة قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين, خلي عائلتنا تكبر وما تنسوش تبارتاجيو الفيديو يتذوب مع أصحابكم, وما تنسوش زيادة تخليوا لي كومنتاريات مزيانين باش نجاوبكم عليهم الكل. وتوا خليكم معايا. شوفوا حالتي, طلع هكا بحدا الكليان, حتى من سبيتي غلفتو بساشي شوية مسخيش بالدوع. توا ماشي نصور لكم الطونت, شوفوا وين وصلوا, خليكم معايا. هاي الطونت, هيدي طونت من بيا, هذه الطانت هكا كيفاش كانت وهكا كيفاش تحمل الدواء.
اليوم نسيت ما صبحتش عليكم خاطر ديريكت بدينا نخدمو. اليوم نهار الثاني في الجمعة هذيا. كما قلت لكم قاعدين نخدمو في لي سابان هذم، وهزينا برشا من جهة من غاديكا باش يشيحو. وشوفوا حالتي، كلي لامي، كلي لق لق لق. شوفوا خشمي بالدوها خاطر انا قاعدين نعملو بالبستولي هذاك، تولي كيف تتنفس الدهن يولي في خشمك، حتى بالبافيت يتعطى. دونك عادي يعني نورمال، فما حتى مشكله، مانيش متقلقه جمله. انيويز كالعاده قاعده نصور لكم في كل شيء، نحاول ناخذ لكم لقطات من لي جروب الكل باش نمشي لكم نطلع لكم للطون تو باش نوريكم ونوصلوا. أبار هذا الكل احنا قاعدين نكملوا اليوم في لي سابان، نحبوا نكملوهم الكل نخرجوا منهم، يبداو حاضرين باش يمشوا يتحطوا في بلاصتهم. وعملنا ايشانتيون زاده علقناه وعملنا فيه ليد من تيلي كل شيء، وحاضر حطوه في بلاصتو. تو باش نوريه لكم. اي معايا اوكي جايز، تو باش نوريكم الطونت وين وصلوا. ما شاء الله وصلوا قريب، فيت ونص فيت ونص. شوفوا محليها هكا خلاص كان ظاهرة ظاهرة ظاهرة. هذوما باش نعبيوهم الكل بالليل. باهي يا جماعة، توا قاعدين نحضرو في لي ريبون أنا ونور. شو محلاها اللي عملتها هاذي؟ يلزمنا برشا ريبونات كيما هاكا، نوريكم شهر. هاذوما الأحمر، وهاذي اللي قاعدة تعمل فيها نور. ويسكو احنا الزوز مقربين وزوز حالتنا حالة. قلنا نقعدوا لهنا في الدفا ونعملوا لي ريبون. صباح الخير الناس الكل، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا فرحانين وعاملين جو. اليوم نهار الاثنين، جمعه جديده وجمعه الاخرانيه قبل الديدلاين الاولاني اللي هو 5 ديسمبر. دونك يلزم عندنا الفساد ولونتري وحبرشه بلايص لازم يكونوا حاضرين في الداتا هذيك. وحنا مازلنا شوي ونكملوا ان شاء الله ما نتغسلوش بالوقت، اما حسب وين وصلنا، وصلنا للمرحلة محلاها على الاخر. عملنا باهية المرة اللي فات، ما كملتش صورت لكم كل شيء على خاطر اني تعبت على الاخر والقريب اثر فيا، يا اخي روحت بكري. دونك اليوم ان شاء الله نصور لكم الحاجات اللي ما صورت لكمش المرة اللي فاتت، صور لكم وين وصلنا وبعد نكملوا مع بعضنا. الحاجات اللي قاعدين نستناو فيهم الزينة وكل شيء اللي باش يشريو حاضرين جاونا اليوم، هاني باش نوريكم. Thank you.
صباح الخير guys, we are ready. Stay tuned. من الاخر stay tuned. لازم نقولوا حتى شيء طبعا. نعملو في إشانتيان اللي نحطو في البورش البرة اللي هي البلاصة اللي قاعدين نخدمو فيها أنا ورؤي وي اختصاصنا أنا ورؤي. اوكي يا جماعه تو وصلنا لاخر النهار تو بريسك 6 ونص الناس كل راح وقعد كنا نستنى في بابا جيت اول واحده باش راح اخر واحده. تعبنا على الاخر اليوم ديجا راكم تشوفوا الوقت ايش قعد قريب نكملوا بديت وقت الغسره بداو فما برشا حاجات بدنا نكملوهم في اخر لحظه دونك ان شاء الله نخطو نكملوا كل شيء. هو احساس محلاه ان بدينا نشوفوا في الحاجه تطلع عليين بدينا نشوفوا في خدمتنا تظهر احساس محلاه على الاخر. وكالعاده باش نذكركم متنساوش تعملوا لايك وتشاركوا في القناه اذا توا مازلتوا ما شاركتوش وبارتاجيو الفيديو هذا مع اصحابكم واكتبوا لي في الكومنتير شنو هي الحاجات اللي تحبوني نصورها لكم. ان شاء الله يستناو فيكم برشا فيديوهات محلاه من عندي بويسكو شريت الكاميرا صايي باش نولي نصور برشا حاجات حاجات اللي في مخي الكل باش نصورهم لكم ان شاء الله يعجبوكم وان شاء الله تكونوا قعدتوا وقت باهي معايا. باي باي.